عسلامة مسيو. عسلامة. مرحبا بك حذانا، قدم لي روحك. أنا مواطن تونسي. مرحبا بك مسيو. مسيو فما كلمة لفتت انتباهي في الكواليس، إنه العلوش قلت لي في سوم الموتور. تبو سامحني، هو توا كل شيء بالمكشوف راهو. توا برسك العلوش أقل حاجة، أقل واحد راهو مليون ونص. فما في 800 ما بيبي مازال حليب. باش نقول لك حاجة، بالنسبة للشرع يقول لك 6 شهور. فما فوق فهمت معناها في الشرع ايش يقول لك؟ ما يصح ضحيه الا من 6 شهور فما فوق. تو كما قلت انت معناها 800 معناها برسك اقل من 6 شهور، معناها ما يعمل شيء ما يجيب شيء. وش نقول لك انا خويا؟ رغم هذا غالي مسيو. اي غالي اي، ما تنساش باش نرجعوا احنا تو في الشتاء كان المطر ما صبتش، دونك شنو الفلاح اش قال؟ قال انا ربي لكن فماش علفه ما فماش كذا، معناها ما يلقاش منين باش يعلف الواحد. وهذا هي راهو الغلاف، هذا هو احنا برسك عملناه مليون سنة، مليون ونص. احنا شفنا علاش بثلاثة ملايين. فما هذوك كبار عاد، هذوك عاد برسك هذوك راهو بريكس، لكن كسيبا كان نتاع انت المصارعات الكباش يعملوهم، فهمت كيف؟ يبيعوا فيهم بزوز ملايين بثلاثة ملايين. معناها شو نقول لك انا تو بالنسبة لواحد اللي عنده نجم في مقدوره يشري، واللي ما عندوش هي سنه مؤكده. اول حاجه سنه مؤكده ماهيش فرض. يجوز على اللي عنده فلوس. اللي عنده فلوس، اللي عنده فلوس ومتفاضل زاده. فهمت كيف؟ خاطر فما حاجات ضروريات قبل كل شيء راه مش خليه يروحوا. زاد الانسان معناها كي ياخو علوش لازم يصدق منه معناها. اي مش تو فما شكون باش يصدق تو احنا سامحنا. لازم يصدق. اي لكن مش يلزم راه ماهيش فرض. يصدق منه جزء ما راي راهو ما تو سامحني انت تو ياخذ بزوز ملايين ولا مليون ونص باش يصدق منه، يصدق منه حاجه قليله ربع العلوش قال حاجه كيكا كيكا يصدق منه باش تصح ضحيه ورب ان شاء الله اخويا ربي يتقبل منا بصراحه. هذاك هو رايك مسيو انت في الغلاء نتاع الاضاحي، وهل انت شريت ولا لا؟ انا ما شريتش. باش تشري؟ لا انا نسخن في بقعه سامحني. اي بصراحه ما عنديش وين نضحي، ما عنديش مكان وين باش نضحي. برتمان الفوق كل شيء. يعني اللي يسكن في برتمان ما يضحيوش؟ شوف شو يضحي، نمشي نزو عند الجزار هنا باش واحد تو الضحيه راهو باهي باش واحد يضحي في الدار، فهمت كيف؟ باش يسيلك الدم باش تو نزو انا نجم نزو نشري ونذبحوا عند الجزائر، لكن حكايه فارخه. انا اخوي ما عنديش مكان، انا غيري الله اعلم، انا نتكلم على روحي، انا ما عنديش مكان وين باش نضحي، وذاك هو ربي يعلم، ربي اللي يعلم. يعني انت طول ما تسكن في البرتمان ما تضحيش؟ ما تضحيش، ما تضحيش. انا حتى ولادي برصا ولادي ما يحبوش ريحه اللحم. فهمت كيف؟ اللحم يعيفوه. والله برشا يا مسيو برشا ما ياكلوش اللحم. وقوة خاطر هو اللحم ما رعلوش قوي راه، فهمت كيف؟ أنا ولدي يعيفوه، سامحني، أنا نتكلم على روحي راه، كل واحد كيفاش يا خويا، أنا نتكلم على روحي. أنا شو نشي في العيد؟ نشي هيك سكالوب وناكلوا الحمد لله يا ربي. هذا بالنسبة لي أنا راه، كل واحد كيفاش، كل واحد كيفاش يراه، كل واحد كيفاش وكذا وكا وإن شاء الله ربي. وقتاش آخر مرة عيطت مسيو؟ أنا عيطت وقتها كنت كاري، من وقت كنت كاري كنت نضحي، أنا نسخن في بقعة نجم نضحي، عندي كذا واحد نجم نضحي ونجم كذا، توا كيف أنا فهمت ولد دار ملك والملك ربي، هذاك هو ما عنديش مكان، ما عنديش مكان، ما عنديش. نرجعوا شوية لأسعار الأضاحي، قداش خلطت عليه العلوش؟ وأنت صغير؟ خلطت عليه برسك بتاع 250 في 300، هي كيكة. هذا علوش كبير؟ اي تبارك الله، معناها يعمل عام برسك 9 شهور 10 شهور، فهمت كيف؟ هو وقتاش غليت الاضاحي راهو باش نعطيك حاجه من بعد كورونا راهو قبل كورونا كانت راهي لاباس عليها الاسعار، ها نقولها لك وقت كورونا ريت وبعد كورونا طلعت. هو بالنسبه للمليونه معناها ملي عندها برشا مليون العلوش، يعني نتذكر علوش بمليون يعني مش جديده، فهمت؟ لا ما كانش هذا نقول لك علوش بمليون قبل مليون، تعرف شو نقول لك انا نحكيو على 15 سنه لتيت مليون اللي بتاع المصارعات لك باش بتاع نطيح، مش معناها بتاع ضحيه راه واحد، اما كان قبل في 300 في 400 العلوش هذا العادي، هذا العلوش عادي تبارك الله. يبدا
به ويبدا به. تحبوا غربي، تحبوا بلدي بلية كذا، والحمد لله يا ربي. فهمت كيفاه؟ ان شاء الله ربي يتقبل منا. شو نقول نحن ان شاء الله؟ ريحه العيد هكايا وال شو تشوفيها ما عادش. علاش؟ ما نعرفش، ما نعرفش عليه. اسمع، المناخ تبدل، الاوضاع تبدلت، حتى في طبيعه البشر، هيدا البشر مول هاتوا اللي تكلموا تسمح الصوره، ما عندك حد شيء معاه، راح حد شيء ما عادش فما الاخلاق وقت الخلق، ما عادش. مش عارف انا، اي ما مش عارف انا، مش عارف. وما بعدنا على الدين من ناحيه الهدية، الله اعلم شنو غلال المعيشه، شغل الحياه هذا، اي مشاكل الحياه تدخل فيها هكا الرواتب هذا الكل، اي تدخل فيها كل شيء. الشهريه زاد وليت قريت وتو ياخذ مليون، ما حد شيء تعمل، ما تعمل حد شيء. التونسي معناها معروف يقوم بالمناسبات نتاعو، يشري العلوش، يصنف بالكدا، ياكل مليح، حق نتاع ربي. كنت كنا انا قلت لك راهو عمال ماشي وعمال تنقص، راهو عمال نرجع بتوالي. ما نعرفش انا شنو الواحد، مش عارف شنو انا، شو نقول لك انا. ان شاء الله ربي يقدر خير. كيفاش تعاد انت تتحكم في الميزانيه في ظل الظروف هذه اللي نعيشوا فيها؟ انا اسمع، انا نتكلم على روحي، نعيش حسب امكانياتي، ونشري كان حاجات ضروريه، الزايد ما نشريهش، فهمت؟ ونعيش حسب امكانياتي، راه ما نغزرش الفوق، انا عمري ما نغزر الفوق، راهو اللي يغزر الفوق ديما راسه الفوق لابد تمشي يطيح. نغزر قد امكانياتي. يغزر الفوق برشا يمشي حسب امكانياته. يمشي هذه هي، انا اش قلت لك، راه ولاد البشر. اسمع، كيما ياخذ 500، كيما ياخذ مليون، كيما ياخذ زوز ملايين، راه كلها تتشكى. واللي تسمع واللي تمس وتسمع حسه، راه توا ياخذوا في زوز ملايين ما يتشكاو، ما فماش ما فماش، هاو كراحب، هاو كذا، هاو كذا، برشا حاجات تدخل فيها. كل اسمع، البشر يعيش حسب امكانياته. وحسب ظروفه وحسب الواحد، وان شاء الله ربي يقدر خير. مش نقول لك احنا، ان شاء الله عيد مبارك على الناس الكل، ان شاء الله. ما عندكش ما تسال حاجه اخرى؟ تفضل. مش نقول لك باش تنصح التوانسه اللي ما يعرفوش يتحكموا في الميزانيه نتاعهم؟ خويا مش نقول له انا خويا، اسمع كل يعني الطريقه اللي انت عاملها، اوكي تمشي على قد خطوتك، اما كيفاش؟ قسم معناها ولا شهريته البشر يسمع يقسم، راه فما التزامات، فما حاجات، فما ولاد يقرا، فما ولاد يقرا بالفلوس، لازم عاد شقول لك الاولويات قبل كل شيء، اخر حاجاتك جزئياتك هكا الزايده هذيك باش نعملها، كان وصلت عملتها، وصلت ما وصلتش، لكن الاولويات هي قبل كل شيء. عند ولاد يقرا بالفلوس لازم يوفر لهم، فهمت كذا؟ عندك الميزانيه تاع الدار، المصروف، عندك الماء، عندك الضوء، عندك الانترنت، عندك كذا، عندك انا كما انا عامل بين سبور، فما حاجات، اي فما حاجات بجلها قبل الاخرى، لكن كل واحد كيفاش يغزر اختي. لا والحمد لله. شكرا شكرا. ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير، ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير، ان شاء الله عام عيد مبارك اجمعين، ربي يبارك لكم.